12 من تشرين الثاني نوفمبر 2019. أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليلة. إسرائيل هذه أفضل حكومة على الإطلاق في تاريخ بوليفيا، واقتصاديا حققت نجاح، أنجح حكومة. الاتصالات واللقاءات بين أطراف محور المقاومة قائمة ومستمرة ومتواصلة. دائما التصويب على حركة الجهاد، لأنه حركة الجهاد بالعنوان الإقليمي بعنوان محور المقاومة، الجهاد مصنف كتنظيم الأكثر التصاقا أو علاقة بقلب محور المقاومة. على المستوى الجناح السياسي والعسكري في حرب أهلية؟ لا عدم الحرب، لأن القوة الأساسية اللي فيها تحارب هي حزب الله، ما بدها تعمل حرب. هذا أمر طبيعي في المجتمع الإسرائيلي؟ يعني طبيعي أن يكون في نساء يحملن سلاح؟ عندما تكون المرأة والمرأة الجميلة خاصة هي التي تروج هذا السلاح، يصبح أمر مقبول أكثر لدى الرجل. اللي وين بدك توقفني وأنا بوقف؟ خدع فيك تروح عليها فول سكرين. السرطان هو عبارة عن مجموعة تراكمات وتغيرات جينية وخلل جيني مع الوقت. حماية داخلية للشركات، وهو حاليا موضع جدال داخل الشركات التكنولوجية في أمريكا. الوضع هناك غير إنساني إطلاقا في 2019، وهذه السياسة الإسرائيلية يجب أن تفضح في النقب تحديدا. تويتر لديه السياسة أصبحت واضحة وفاضحة في قمع فلسطين. لإسرائيل علاقات وثيقة جدا مع فيسبوك ومع تويتر. القصة كاملة الليلة، الهدف أن نعرف. يا جماعة أنا جاهزة. يا الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2019، حلقة جديدة من المشهدية وأسبوع جديد. وفي مشهدها لليلة، أمريكا تدعم المتظاهرين في إيران وتدعو إلى الاستجابة لمطالبهم في العراق، وتدعي أن شعبي لبنان والعراق خرجا ضد النفوذ الإيراني. ما هي الحسابات الأمريكية خصوصا على المستوى الاقتصادي؟ إعفاء وزيري الداخلية والدفاع من منصبيهما، ورئيس الحكومة يعتذر عن عدم التكليف، وأمير الكويت يحذر من الفوضى. ما الذي يحدث في الكويت؟ معاذ العمارنة مصور صحفي فلسطيني يخسر إحدى عينيه خلال تغطيته لجرائم إسرائيل. عين الحقيقة لن تقلع. ومعاذ ضيف المشهدية الليلة. كلنا عين معاذ على مواقع التواصل، حملة صور من الناشطين والصحفيين للتضامن مع الصحفي الشجاع. إنها أمريكا، ولطالما حكمت المصالح الأمريكية العالم، خصوصا منطقتنا. في الأحداث الأخيرة كانت التصريحات الأمريكية تتوالى لتكشف تاليا عن الرغبات الأمريكية والسياسات التي تريد فرضها واستغلال التظاهرات المطلبية في الشارع. وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو كان الأكثر وضوحا عندما تحدث عن مواجهة نفوذ إيران في لبنان والعراق. أما الخارجية والسفارات الأمريكية فدعت على سبيل المثال في العراق إلى الإصغاء لمطالب الشارع وإلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما تمنت في لبنان على الجيش والقوى الأمنية حماية المتظاهرين. وآخر جدل بشأن التدخل الأمريكي كان خلال عطلة نهاية الأسبوع في لبنان، مع اضطرار السفارة الأمريكية في بيروت إلى إصدار نفي لتمويلها بوسطة تنقلت من الشمال إلى الجنوب. إنما مع اندلاع التظاهرات في إيران كان للولايات المتحدة موقف أيضا، ولو أن هذا الموقف يتردد دائما فقد عبرت عن وقوفها إلى جانب تطلعات الشعب الإيراني. أمام تلك المشهدية نحن الليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، أين يظهر الدور الأمريكي في تظاهرات لبنان والعراق وإيران؟ ثانيا، كيف يمكن أن تستغل أمريكا النقمة الشعبية وبالتالي أن تمارس ضغوطا اقتصادية؟ ثالثا والأهم، ما الأهداف الاستراتيجية التي تريد تحقيقها خصوصا على المستوى المالي والاقتصادي؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، وهو الخبير في الشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين. مساء الخير وأهلا بك أستاذ زياد. وللسؤال الأول الذي هو يربط كل تلك الدول ببعضها، لأننا نتحدث عن سياسة واحدة، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى اليوم من خلال كل ما نراه، من خلال سياسة أمريكا التي تمارسها في التصريحات في أدائها أيضا، هي تستخدم الورقة الاقتصادية بشكل كبير لتحقق ما تريده على المستوى السياسي
في لبنان، في العراق، في إيران؟ بطبيعة الحال، بما أن هناك مصطلح اسمه مصطلح العقوبات، وهناك مصطلح جديد اليوم اسمه الاستثمار في الفوضى، بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في الفوضى، وهي تقوم بحماية منظومات الفساد داخل هذه الدول، خاصة في لبنان وفي العراق، وهي أنشأت طبعاً وهي أنشأت منظومات فساد. وبالتالي الضغط الاقتصادي الأمريكي اليوم من خلال العقوبات على لبنان مثلاً، هناك عقوبات اقتصادية، هناك عقوبات سياسية حتى، وفي نفس الوقت هي تستعمل تستفيد من وضع الشارع وتستفيد من وضع الفوضى، وتقوم بوضع ضغوط على حتى على القوى الأمنية. دعينا لا ننسى أن في الأسبوع الأول من بدء التظاهرات حتى الولايات المتحدة الأمريكية قد ألغت المساعدات إلى الجيش اللبناني، وهي بالتالي تستعمل كل نفوذها في الضغط. أما على مستوى الاقتصاد في لبنان، هي منعت لبنان من الاستفادة من كثير من الفرص كان باستطاعة لبنان أن يحقق نمو وأن يبني بنى تحتية متطورة، لكنها منعت لبنان مثلا من أن يكون له خيارات متنوعة خارج الخيار الأمريكي. على سبيل المثال في الموضوع خيار الشرق، الخيار الصيني، الولايات المتحدة الأمريكية ليكن بمعلوم الجميع بالأرقام وبالتفاصيل في المشهدية اليوم سنقول أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت لبنان من الحصول على فرصة أن يكون لديه كهرباء كاملة 24 ساعة على 24 وبكلفة متدنية ومن دون مشاركة الدولة، ووضع حلول مهمة في هذا الملف. نحن نعلم أن هذا الملف قد استنزف من الدولة اللبنانية ما يقارب 36 مليار دولار من المالية العامة من أصل 90 مليار دولار دين عام. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشرف على هذا الملف ولا تريد أن يكون هناك أي حلول وتعرقل أي حلول. وبالتالي العرض الصيني كان من العروضات الجدية التي تقدمت إلى لبنان للاستثمار على طريقة البي أو تي من دون أن يكون هناك أي كلفة على الدولة اللبنانية، منعتها الولايات المتحدة الأمريكية. منعت أيضا موضوع متعلق بإنشاء مرافق حيوية كسكة الحديد وربط المرافق الحيوية ببعضها البعض من أجل ربطها في سوريا والعراق لاحقا، لأنها لا تريد هذا التواصل الجغرافي الاقتصادي بين لبنان وسوريا والعراق، لكي لا يكون هناك تكامل اقتصادي ولا يكون هناك اقتصاد انتاجي خارج المنظومة الأمريكية. منعت لبنان من الاستفادة في موضوع متعلق بمعالجة تلوث نهر الليطاني، لأنها لا تريد لبنان أن يبقى بلد غير زراعي، غير نشيط، بلد استهلاكي، بلد مدولر. منعت حتى البنوك الصينية من شراء بنوك في لبنان، ولأن يكون لبنان هناك مركز استثمار مالي في المنطقة، مركز استثمار صيني مالي في لبنان، أيضا منع لبنان. لذلك نقول أن معظم اللاءات الأمريكية كانت تريد من لبنان، بالأخص لبنان، العراق، أن يكونوا أسواق مدولرة، أسواق استهلاكية، أسواق لا إنتاجية، أسواق تعتمد على الاستيراد لا تعتمد على الإنتاج، أسواق يتحكم الدولار بكل مفاصل الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك تستطيع أن تفرض نظام العقوبات من خلال تحكمها بعملة الدولار. تماما، هذه خلفية مهمة جدا لما يحدث. بس أنت قلت أمر مهم، هو مسألة حماية منظومة الفساد. طبعاً. نحن نعلم في لبنان كان في تصريحات تقول بأن حزب الله هو الذي يمنع أن يكون هناك مكافحة فساد في داخل الدولة اللبنانية، خصوصا من بعد أركان 14 من آذار. حتى في العراق كان في اتهام لإيران بأنها تمنع أن يكون هناك مكافحة فساد في داخل الدولة، هل هذا صحيح؟ الموضوع متشابه بين لبنان والعراق. بدأت الاحتجاجات في العراق بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى الصين من أجل توقيع اتفاقيات تفوق مبلغ 200 مليار دولار، وإعادة النظر بالاتفاقيات التي موقعة مع الشركات الأمريكية، التي تبين أن كلفة هذه المشاريع التي ستقوم هذه الشركات الأمريكية بتنفيذها أكثر من ضعف ونصف من العروضات المقدمة من الدولة الصينية. يعني أوفر للدولة العراقية. طبعاً أوفر للدولة العراقية. بالتالي هناك ابتزاز أمريكي على صعيد المالية العامة في العراق. هناك ابتزاز أمريكي على صعيد الحصول على الواردات العراقية. هناك موضوع مشترك بين لبنان والعراق وسوريا وحتى إيران. أولاً إيران اليوم تمتلك 15% من احتياط الغاز في العالم. وهناك اكتشاف جديد مهم جدا على صعيد النفط في إيران، جعلها تكون الدولة الثانية بالاحتياطي النفطي في العالم الذي يبلغ 23.3% بعد فنزويلا الذي يبلغ معدل احتياطها 26%. وبالتالي الدول الحليفة الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد هي الأولى في احتياطات النفط.
العراق يمتلك 10% من احتياطي الغاز في العالم، إذا صحت التقديرات في لبنان وسوريا هناك 8 إلى 9% على السواحل المتوسطية، على سواحل لبنان وسوريا من امتلاك للغاز، وبالتالي المعلن غير الحقيقي. صحيح، بالتالي هذه الدول هي فعليا وبالجزء الأكبر خارج النفوذ الأمريكي، هذا يعني الكثير، يعني أن هذه الدول إذا كان لها استقلالية على مستوى الغاز والمعركة المستقبلية بين الدول هي معركة غاز ومعركة أصوات تمام. وبالتالي هي معركة تؤثر على العدو الإسرائيلي الذي لديه الكمية الأقل في الأراضي المحتلة. بالتالي اليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمار بالفوضى، الاستثمار بالعقوبات، الاستثمار بأي شيء. إيران أخذت قرار متعلق بضبط تهريب مادة البنزين إلى خارج إيران وأرادت من خلال هذه الإيرادات أن تقوم بدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة بنسبة 10 إلى 15% من الإيرادات، بما يعني أن هناك 19 مليون شخص سيستفيدون من هذه المرحلة. وبالتالي هو أمر إيجابي على الواقع الاجتماعي، التقديمات الاجتماعية في إيران. أرادت أمريكا أن تستثمر به بشكل سلبي في العراق. يعني تعتقد أن الفوضى أو التظاهرات التي تحصل الآن في إيران فيها أكيد يعني يد ربما هي التي تحركها بشكل أو بآخر؟ لا، بطبيعة الحال في هناك قرار اقتصادي سياسي يرتبط بالغاز، هناك قرار سيادي اقتصادي يرتبط بالاستثمار في الفوضى، هناك قرار سيادي اقتصادي يرتبط بأن لا يكون لهذه الدول سيادة اقتصادية. إيران لديها نظرية الاقتصاد المقاوم تريد تعميمها على باقي الدول. ماذا يعني الاقتصاد المقاوم؟ الاقتصاد المقاوم يعني التوجه إلى الاكتفاء الذاتي والصناعي والزراعي. بنسبة 95% ربما اقتصاد إيران هو بطبيعة الحال هو اقتصاد إنتاجي ولديه اكتفاء ذاتي. بينما العراق هو بلد غني جدا، وبالتالي هذا الغناء الفاحش في نفس الوقت هو بلد فقير جدا. بلد فقير بسوء التقديمات الاجتماعية، بعدم وجود رؤية اقتصادية، عدم وجود بنى تحتية، كل هذه المقومات تساعد منظومة الفساد الأمريكي على التمسك في البلد وعلى الحصول على مكتسبات من هذه البلد. يعني أستاذ زياد، هذا ما يفسر تمسك أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية بفرض بعض الشخصيات المعروفة طبعاً بفسادها؟ بطبيعة الحال كل شخصيات التكنوقراط التي فرضتها أمريكا على العراق، على لبنان، على أي دولة من الدول العربية كانت شخصيات فاسدة بامتياز، وبالتالي وكانت شخصيات قد دمرت رؤية اقتصادية، وكانت تلعب دور مهم في رهن البلد على المستوى النقدي ليكون بلد مرهون نقديا تابع لسياسة الدولار، بلد غير انتاجي، بلد استهلاكي، بلد تحت عنوان اقتصاديات ريعية. وبالتالي انتشار الاقتصاديات الريعية هي سياسة اقتصادية وليست لم تأتي بالصدفة، هي سياسة اقتصادية تقوم برهن البلاد. هناك مقدرات في هذه البلدان اليوم، هناك النفط، هناك الغاز، هناك مواد أولية مهمة، هناك موضوع إعادة أعمار سوريا، هناك المرافق الحيوية في لبنان على البحر هي تحت أعين الاستثمار الصيني. وبالتالي وهناك أيضا الغاز الموجود اليوم على سواحل المتوسط والسواحل اللبنانية، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف هذا الملف، وخاصة إيقاف المد الروسي الذي دخل إلى سواحل المتوسط عبر الأراضي اللبنانية. وفي نفس الوقت كلما اقترب ملف الغاز في لبنان ستكون الفوضى أكبر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد من لبنان أن يكون ذو سيادة اقتصادية وبلد مقاوم وفي نفس الوقت يستفيد من النفط والغاز لإدخاله ضمن البنيان الاقتصادي اللبناني. هنا ربما أستذكر ما غرده وزير الطاقة اللبناني السابق سيزر أبي خليل طبعاً. قال أنه كلما بدأت ثلاث مراحل مهمة جدا، تماما ثلاث مراحل في موضوع النفط والغاز، تنقيب استئجار العروض وكل ذلك، كانت تستقيل في المرحلة الأولى. هل صحيح يعني هل هذه المصادفات أو لم تكن مصادفات؟ هي حقيقة في المرحلة الأولى عند كان هنا يجب أن يكون هناك توقيع للبدء بالاستكشاف، استقالت حكومة الرئيس ميقاتي. من ثم عندما كان هناك توجه لتوقيع اتفاق مهم على صعيد اندماج الشركات للبدء بالاستكشاف الحقول اللبنانية، تم إيقاف الرئيس الحريري في السعودية. في المرحلة الثانية اليوم هناك استقالة عند البدء بالتنقيب. نحن ندخل في مرحلة البدء بالتنقيب. مرحلة البدء بالتنقيب لمن يعلم ولمن لا يعلم أن خلال 55 يوم من البدء بالتنقيب سيتم الكشف عن نوعية هذه التربة. إذا كانت تمتلك مصادر الهيدروكربونكس أي المواد الثقيلة، مما يعني أنها نحن نمتلك مصادر مهمة من الطاقة في قعر البحر، هذا يعني أن تصنيف لبنان سيرتفع من سي إلى بي 1.
وبالتالي سيكون نقطة إيجابية ودفع إيجابي على الصعيد المالي والنقدي في لبنان. لذلك يجب أن يكون هناك حكومة. من يعرقل الحكومة اليوم لا يريد من لبنان أن يستفيد من هذه الإيجابيات التي تصادف اليوم تحت وقع تظاهرات اجتماعية محقة وتظاهرات ضرورية. بالتالي هناك قانون مهم جدا لحماية النفط والغاز مرتبط بإنشاء الصندوق السيادي للاستثمار. من دون صندوق سيادي للاستثمار يعني الفساد سيسيطر على ملف النفط والغاز. هذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. لا تريد صندوق سيادي للاستثمار مثل المشروع الذي تم إصداره من أجل الذهب. أي لا تستطيع الطبقة السياسية استعمال الذهب. بالتالي نفس الموضوع هو مرتبط أيضا بموضوع النفط والغاز. وبالتالي الصندوق السيادي للاستثمار يحمي النفط والغاز. إذن أستاذ زياد، لأن نحن نشخص دائما ما يحدث، بس أعتقد أن الأهم بالنسبة للمشاهد هو ما الذي برأيكم أنتم كخبراء سيحدث يعني في المرحلة المقبلة. صحيح. هل سيستمر لبنان بالتنقيب عن النفط؟ لأنه وزارة الطاقة يبدو أنها لا لا لا، هو مستمرة. موضوع جدي، موضوع جدي، لا يمكن التراجع عنه. لو مهما كانت العراقيل قوية، لو حتى ما في حكومة لا لا. أي لا لا. شكرا على هذا السؤال، سؤال مهم جدا. إذا كان هناك تأخر في ملف الحكومة سيكون بطبيعة الحال سيؤثر على الملف النفطي، وقد تأخذ الشركات ذريعة وتقول أنا لا أستطيع الدخول إلى العمل اليوم ما لم يتم تشكيل حكومة، وبالتالي أنا أريد ضمانات أمنية والاقتصاد يحتاج إلى الأمن. هذا واحد. اثنين، الشركات اللي دخلت إلى لبنان ثلاث شركات. شركة توتال الفرنسية برأس مال 231 مليار يورو. وهي تعمل في 170 حقل استكشاف غاز في العالم. شركة إني الإيطالية برأس مال 131 مليار يورو وهي تعمل في 119 حقل غاز في العالم، نفط في العالم. وشركة نوفاتاك الروسية. وبالتالي المجموعة الشركات اللي دخلت إلى لبنان هي شركات قوية جداً. مقارنة مع الشركات التي دخلت إلى الأراضي المحتلة هي شركات ضعيفة جدا. بالسؤال المهم الذي طرحت عليه هو اليوم ماذا ستفعل إسرائيل، أو ما هو الدور الذي سيقوم به العدو الإسرائيلي للاستفادة من تأخر تشكيل الحكومة؟ سيكون في البلوك رقم 9، لأن التنقيب سيبدأ في البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9. البلوك رقم 9 هو موجود في جنوب لبنان، وبالتالي المنطقة الموجودة في جنوب لبنان هناك منطقة معتدى عليها من قبل إسرائيل بمساحة 863 كيلومتر مربع، وتريد الولايات المتحدة من لبنان أن يقدم تنازلات في هذا الملف من أجل أن يكون لديه استقرار مالي ونقدي. هي تربط هذه الملفات، وهي في السابق قد طلبت من الرئيس نبيه بري التنازل في هذا الملف. صحيح. ومن رئيس وهو الجمهورية أصار. وهو أصار، وكان في طلب أن لا يتم التنقيب بالبلوك رقم 9 في البداية. هو أصار وتعرض لضربة اقتصادية موجعة من خلال ضرب بنك الجمال وتصفية بنك الجمال. وبالتالي كانت تصفية بنك الجمال هي مرتبطة بالقرار الذي اتخذه الرئيس نبيه بري. وبالتالي بعدم تقديم أي تنازلات بين الملف البري والملف البحري، الولايات المتحدة الأمريكية تريدها تقديم هذا التنازل، تريد من لبنان أن يقدم تنازل في الملف البري والبحري من أجل مكاسب لإسرائيل، لأن كمية النفط والغاز لم تكن مقدرة كما يجب. وبالتالي المنطقة المعتدى عليها هي تقدر ماليا حسب تقرير سمدار بيت آدم رئيسة لجنة الطاقة في إسرائيل بين 300 إلى 600 مليار دولار. أحسنت. ممتاز. يعني فيها الكثير من احتياطات النفط والغاز. صحيح. طب هنا أريد أن أسألك في الموضوع الغاز، إذا استمر التنقيب وكل ذلك وبالتالي استمرت الفوضى على المستوى الشارع، هون المشكلة. في قوى تعمل على الفوضى في لبنان. طبعاً. قوى حزبية تعمل على الفوضى. هناك شقين في الحراك، حراك اجتماعي حقيقي تماماً. موجوع، وهناك شك يتم استغلاله سياسيا من قبل قوى متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة على المستوى السياسي، لبنان قادر الآن على اتخاذ، لأنه في كثير اليوم من اللبنانيين، هلا احنا نتحدث كثير عن لبنان بس سأتي على العراق بعد قليل. صحيح. هو دور محوري في لبنان أساسا. تماما. قادر لبنان على اتخاذ قرار بتشكيل حكومة أكثرية ذو لون واحد، بالخروج من عباءة القوى التي تؤمن استقرار الدولار والعملة في لبنان، اللي هي القوى القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية، أم فعلا الآن لدينا مخاطر يجب أن تحسب بروية وهدوء أكثر؟ ممتاز. أنا سأفصل بين التمنيات وبين الواقع، لأقول في الواقع. طيب، هذه القوى المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية ماذا فعلت لتمنع العقوبات عن لبنان؟ لا شيء. ماذا فعلت على صعيد المساعدات للبنان؟ هل استطاعت أن تجلب مساعدات إلى لبنان؟
لم تستطع. طيب ماذا فعلت على صعيد الواقع الإصلاحي في لبنان؟ لم تستطع. ماذا فعلت على صعيد ملف الغاز في لبنان والنفط؟ عرقلت. ماذا فعلت على صعيد التأخر في تشكيل الحكومات؟ عرقلت. ممتاز. لدينا نموذج اليوم هو لم يستطع أن يقدم أي شيء، لأن الواقع اللبناني اليوم هو أصبح شعبيا وسياسيا بالقوى الموجودة كقوة المقاومة في لبنان والتيار الوطني الحر وحلفائهم، هم خارج هذه المنظومة السياسية الأمريكية. بالتالي من يرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حتى الآن هو لا يستطيع تنفيذ وعوده للولايات المتحدة الأمريكية، وهو لا يمتلك الحل. حتى الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع حلفائها في المنطقة بطريقة الحصول على الأموال، الارتهان، وهي لا تقدم أي مساعدات لا عسكرية. حتى الجيش اللبناني مؤخرا قد توقف، الجيش العراقي، حتى الجيوش السعودية يعني تحصل على المال الكثير ولا تقدم لهم شيئا. وبالتالي هي اليوم تريد الاستثمار في الفوضى. كان هناك مشروع للولايات المتحدة الأمريكية أيام وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في البداية، قد فشل هذا المشروع انطلاقا من جنوب لبنان، هو تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ وتفتيت المفتت. وبالتالي هو هذا ما يسمى الاستثمار بالفوضى. اليوم في لبنان، استاذ زياد، في لبنان، في العراق، قادرين على التخلص من هذا العبء الأمريكي عبر شركاء أمريكا أو حلفاء أمريكا؟ أعتقد أننا نحتاج إلى تنويع الخيارات. بمجرد تنويع الخيارات والاستدارة إلى الشرق والاستفادة من الاقتصادات الواعدة في الشرق، هناك اقتصاديات واعدة ومهمة جدا في الشرق. الصين جاهزة لتستثمر في العراق، الصين جاهزة لتستثمر في العراق والصين وسوريا ولبنان، وروسيا، روسيا جاهزة أيضا للاستثمار في النفط والغاز، الهند جاهزة للاستثمار. يمكن التوجه إلى بناء اقتصاديات انتاجية خارج منظومة العولمة. ماذا استفدنا من العولمة؟ إلا الارتهان إلى الدولار. طب أستاذ زياد، يعني أيضا سؤال بشكل سريع، إلى أي مدى الآن إذا أخذت الولايات، أول شيء الولايات المتحدة تريد في موضوع النفط والغاز فقط مسألة البلوكرة أم تسعى، أم تريد دخول شركات أمريكية أيضا إلى تريد إيقاف الشركات الروسية من الدخول إلى لبنان، منع الشركات الصينية من الدخول إلى الاستثمار في لبنان، تريد الحصول على حصة لإسرائيل في البلوك رقم 9 و8، وتريد باقي البلوكات اللبنانية لكن بشروطها وليست بالشروط التي حصلت عليها الشركات الأوروبية. بمعنى أن البلوك رقم 4 قد حصل الدولة اللبنانية على 71%، في البلوك رقم 9 على 65%. وبالتالي هذا ما يجعلنا تريد أن تكون الكفة لصالحها، لصالح شركاتها، لشركاتها يعني، وبشروط أفضل لتتحكم بالسوق اللبناني أكثر فأكثر. وبالأسواق العالمية لاحقا بأوروبا، لأن المعركة اللاحقة هي معركة على الأسواق. وبنفس الوقت لتفرض النظام النقدي المرتبط بالدولار في لبنان، ولتجعل لبنان أن يذهب للاستدانة على هذا الملف، لا للاستفادة في هذا الملف من خلال الصندوق الاستثماري للنفط كما فعلت النرويج وكما فعلت قطر، ولدينا نفس الإمكانات. إذن لدينا تحدي كبير في المرحلة المقبلة على مستوى المنطقة، ويجب فعلا مشاهدينا ألا يغفل عن بال أحد موضوع الاقتصادي والنفط والغاز، لأنه هو الملف الأساسي الذي يحرك كل ما يحدث في منطقتنا. شكرا جزيلا لك. لو سمحت لي أريد أن أوجه تحية إلى الإعلامي الحر والمصور البطل والقدير من برنامج المشهدية، وكل التحية والتقدير لك. سيكون معنا بعد قليل، ونأمل أن تكون يعني حالته الصحية تساعدنا لكي نجري هذه المقابلة بشكل جيد. شكرا جزيلا لك أستاذ زياد ناصر الدين، خبير في الشؤون الاقتصادية عن الدمامي كلنا في المشهدية. مشاهدينا الآن نذهب مباشرة إلى المشهد السياسي. مشاهدينا، أزمة سياسية تعيشها الكويت مع اعتذار رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن عدم توليه تأليف الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومته، ولاحقا أصدر أمير البلاد أمرا رسميا بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما ومن مهماتهما في تصريف العاجل من الأمور. جاء ذلك بالتزامن أيضا مع تحقيق النائب العام في المخالفات التي أحالها إليه وزير الدفاع
الشيخ ناصر صباح الأحمد فيما يتعلق بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش في حين كان وزير الداخلية ووزيرا للدفاع. هذا بالنسبة للواقع العام. أما يعني منذ قليل أمير الكويت كان لديه كلمة الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، حيث أكد الحرص على الحفاظ على الأموال العامة وعدم إفلات أي شخص من العقاب مهما كانت مكانته. الصباح حذر أيضا من دخول البلاد في أتون الفوضى وسط الظروف التي تمر بها المنطقة. أدعو إخواني وأبناء المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة وطننا، وطننا العزيز، وصيانة أمنه واستقراره، والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته الوطنية، والابتعاد عن افتعال التجمعات التي قد تستغل غير أهدافها وتقود إلى مظاهر الفوضى وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءا. وعلينا أن نأخذ العبرة من تجارب الغير. والآن ينضم إلينا من الكويت أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت سيد محمد الفيلي. أهلا بك أستاذ محمد. سأبدأ معك من كلمة يعني الأمير خصوصا فيما يتعلق بالتفلت. هل هناك فعلا خشية من تفلت في الشارع، من اضطراب أيضا الآن مع هذه الأزمة؟ في تقديري أن الأمر يعني لا يوحي بقلق حقيقي. أولا التعبير عن رأيي بطريقة سلمية لا يقود بالضرورة إلى انفلات، ولكن من يدير الأمور دائما يشعر بالقلق، وهذا مشروع من يعني ما في بذور لذلك عندما يقول أمير الكويت أو يحذر من أتون الفوضى خصوصا في الظروف التي تمر بها المنطقة، وكأنه يغمز من قناة بعض الدول كالعراق مثلا ولبنان اللي فيها تظاهرات واضطرابات وكل ذلك؟ الآن يعني الناس دائما يحذرون من الحالات التي يرون أنها متطرفة. الحذر بذاته لا يعني الخشية، لا يعني وجود مبرر قوي وحاضر للقلق. إذن نحن أمام توجه تقليدي لمن يدير الأمور للقلق أكثر. أما كمراقب الأمر لا أجد بهذه الدرجة. يبقى الناس من الطبيعي أن تتفاعل مع الأحداث، وإذا نلاحظ هنا نجد أن هذا الدور الخطاب كان من الممكن أن يقوم به رئيس الحكومة، كان من الممكن أن تقوم به الحكومة، ولكن من الناحية الفعلية نحن أمام حكومة مستقيلة، نحن أمام حكومة في داخلها اتهامات متبادلة. إذن يصبح خروج الحكومة بهذا الخطاب التطميني قد يكون أقل واقعية، أقل إقناع. من هنا أعتقد أن خروج رئيس الدولة، خاصة وأن الرجل أيضا يتمتع ببعد شعبي باعتبار أن هناك فكرة الأبوية، فكرة التجربة الطويلة، تجعل خروجه يؤدي إلى دور تطميني أكثر فاعلية. طب هل يمكن أن أسأل مثلا عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى اعتذار يعني الشيخ جابر المبارك عن ترأسه لحكومة جديدة؟ الآن إذا أخذنا المشهد نجد أولا كانت هناك استجوابات لعدد من الوزراء، ولا أظنها هي السبب في هذه الهزة، ولكن بعدها وبشكل موازي كان هناك ملف يعمل عليه وزير الدفاع منذ فترة، تصريحات قديمة في بداية العام نجد إشارة إلى اهتمامه بصفقات عقدت في وقت سابق وأحيلت لتحقيقات داخلية، وصلت التحقيقات
الإدارية إلى نقطة وفق قناعة الوزارة أن هناك ما يبرر الإحالة للنيابة العامة. عندما أحيل الموضوع للنيابة العامة، النيابة أحالته إلى جهاز خاص في الكويت وهو محكمة الوزراء، وهي محكمة تستند إلى نص في الدستور يوجد قواعد إجرائية خاصة لمحاكمة الوزراء، فتم إحالة الموضوع لمحكمة الوزراء. إذن من الناحية الواقعية نحن أمامنا آلية تقوم ب أو قامت بكشف، وهذه المسألة يجب أن ينظر لها بشكل إيجابي. أن هل تستهدف أحد ما داخل الدولة؟ يعني تستهدف شخصيات معينة أو تستهدف أطراف معينة؟ وفق البلاغ المقدم هو بلاغ منشور. وهذا أنا أعتقد تحسن نوعي في قواعد اللعبة في الدولة من دول العالم الثالث، أن الأوراق تقدم مكشوفة. هذا البلاغ تضمن شبهات تطال وزير الدفاع السابق، وهو حاليا عضو في الحكومة كوزير داخلية. بما أن من داخل الحكومة هناك كشف لشبهات، إذن سوف يكون الموقف السياسي للحكومة ضعيف، وهذا في رأيي يبرر استقالة الحكومة. يعني سيد محمد، هل وخروج هؤلاء الأطراف من الحكومة كي تأتي حكومة أخرى تدير الملف دون أن يكون داخل الحكومة أطراف شريكة في الملف؟ طب سيد محمد، بشكل سريع، هذا يعني أن هناك نية فعلا لمكافحة الفساد أو لمحاسبة مفسدين إذا الآن ثبت النوايا لا يعلمها إلا رب العباد، ولكن إحنا أمامنا وقائع مادية. هذه الوقائع تسمح باعتقاد أن هناك نقلة نوعية إيجابية، لأن أنا أمامي شفافية في توجيه الاتهام. أساسا هذا الاتهام أول مؤشر له ظهر في التلفزيون الرسمي لدولة الكويت. ثم وثائق الاتهام تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا لك سيد محمد الفيلي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت، على انضمامك لنا من الكويت. مشاهدينا، نذهب إلى فصل قصير جدا، نعود بعده لنتابع المشهدية، فأبقوا معنا. مشاهدينا من جديد، أهلا بكم إلى المشهدية، والآن إلى المشهد الإنساني. الليلة سنقف جميعا بتحية احترام وتضامن عميق مع زميلنا معاذ العمارنة. معاذ هو شاب صحفي مصور، كان ينقل المواجهات على مشارف مدينة الخليل، حيث أصابته رصاصة مطاطية في عينه اليسرى، كما نشاهد الآن في هذه الصور التي تناقلها الزملاء، حيث كانوا يسعفونه لحظة إصابته في هذه التغطية الصحفية، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والقوات الاحتلال الإسرائيلي على مشارف مدينة الخليل. إذن عمر، طبعا القصة رواها، ولكن سنسمع اليوم منه أكثر كيف حدث هذا الأمر، وأيضا نسمع قصص الكثير من الصحفيين، التجارب لهؤلاء الصحفيين الذين عانوا ويعانون من جرائم إسرائيل، وخصوصا أنهم ثابتون في نقل الحقيقة. نشاهد سويا إضاءة سريعة على أبرز الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق الصحفيين، وتحية لكل صحفي يحمل كاميرا وينقل الحقيقة. صحفي
هي رسالة للتوقف عن استهداف الصحفيين الذين ينقلون الحقائق كما هي في الميدان. ونحن اليوم مشاهدينا نعلم أن في هذه الرسالة الكثير من الأثمان التي تدفع، والأثمان تكون نفسية جسدية حياتية وأيضا على مستوى الجسد، خسارة بعض أعضاء الجسد كما حصل مع زميلنا معاذ العمارنة. نحن الليلة نعلم أننا عندما اتصلنا بمعاذ كانت كأنها مغامرة غير محسوبة، لأن معاذ ما زال في المستشفى يتلقى العلاج لهذه اللحظة، وهو صباحا كان أيضا خضع لعملية جراحية في عينه في محاولة من الأطباء يعني أن يستعيد نظره أو يكون هناك أمل في أن يبقى النظر موجود في هذه العين التي كما لاحظتم كان تضرر جراء القنبلة المطاطية كبيرا لها. فاليوم يعني كان من المفترض أن يكون معاذ معنا، ولكن في هذه اللحظة بالذات حصل ما لم نكن نتمناه، هو مراجعة طبية لمعاذ. قد يكون معنا في أي لحظة إذا ما انتهت هذه المراجعة. إنما لنطلع على حالته أكثر معنا صديق معاذ وقريب قريبه أيضا سيد طارق عمارنة، وهو معنا أيضا من المستشفى. يعني مساء الخير طارق وأهلا بك. نريد منك بداية أن نطمئن على حالة معاذ الصحية، ما هو العلاج الذي يخضع إليه الآن، وأيضا العمليات الجراحية التي أجراها. بالنسبة للعمليات اللي جرت لمعاذ اليوم، كان مقرر له عملية، يصير له بداية النهار، وفعلا صارت بسيطة، عملية استكشافية لحتى يبين ايش مخاطر ازالة الشظية او الرصاصة من مكانها، ايش راح تسبب وايش راح يكون تأثير ازالتها من مكانها. طبعا العملية الأولى اللي تمت إجراءها له هي عملية كانت الأصل انها تكون هي الوحيدة والنهائية، بس في نص العملية تبين للناس انه تبين للعفو الدكاترة بانه ازالة الشظية راح تسبب نزيف وتسبب مشاكل أكبر لمعاذ، من ضمنها انه يكون في مشكلة في العين الثانية. نعم، إذا الآن الشظية لم تنزع بعد من مكانها؟ لا، لغاية اللحظة الدكاترة شايفين إنه في خطورة بإزالتها. الخطورة ممكن إنها تسبب زي ما حكينا نزيف، غير قادرين إنهم يسيطروا عليه. طب بالنسبة لحالة معاذ الآن، ماذا يمكن أن تقول لنا؟ يعني هو يخضع لفحوصات طبية؟ نعم، هو احنا زي ما حكينا كنا متفقين انه يطلع بهاي اللايف او انه يكون موجود فيه، لكن للاسف طلبوه قبل يعني تقريبا من 10 دقائق صوره وثيقه، طبعا لانه الوجع زاد عليه بعد عمليه اليوم. زاد عليه الوجع فجاه، يعني اجى دكتور الاعصاب فحص وقرأ صوره وثيقه في هاي اللحظه، يعني احنا في هاي اللحظه احنا بنحكي معكم فيها. ترك الطبيب مع الممرضين، اخذ معاد وترك السرير فاضي لحتى انه يصوروا صوره طبقيه. يعني هلا هو في الصوره يخضع للسكانر. نعم، الصوره اللي هو السرير اللي كان عليه اللي كان المفروض يكون هلا مع الطبيب. يعني هو يخضع الان لسكانر لتصوير بالاشعه اللي هي سي تي بسموها، بالصوره الطبقيه سي تي بسموها. طيب بالنسبه للمعنويات معاذ، كيف يمكن ان تخبرنا عن معنوياته عندما ايضا ربما راى حمله تضامن الواسعه معه من قبل الزملاء الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل؟ صراحة في البداية، من البداية معنويات معاذ عالية جدا، حملة التضامن زادت من هاي المعنويات، ردت له الروح زي ما بنحكي او بنقدر نسميها في العربي، انه زادت من معنوياته ورفعتها كثير كثير. طبعا كل الشكر لجميع من وقف وساند بهيك موقع او هيك عرض تعرض له معاذ. طيب طارق لو سمحت أن تبقى معنا قليلا، نحن طبعا اطمأننا على صحة معاذ، نتمنى أن تنزع هذه الشظية من عينه، أن يسترجع النظر أيضا في عينه اليسرى التي أصيب بها، ولكن أيضا في انتهاكات كبيرة تعرض لها الصحفيين مشاهدينا خلال الفترة الأخيرة. ما رأيكم أن نستعرض قليلا بعض الأرقام، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك وبشدة وبقسوة الصحفيين خلال هذا العام، أبرز الأرقام التي تدل على حجم الانتهاكات لإسرائيل تجاه الصحفيين، نشاهد.
إذن كما تلاحظون مشاهدينا هذه الأرقام خلال عام واحد. وهنا أريد أن أسألك طارق أكثر، أنت مقرب جدا من معاذ يعني نحن نريد أن نعرف عنه أكثر، عن حياته، ماذا تعني له الصحافة، ماذا تعني له أيضا مهنة التصوير. يعني من البداية معاذ من بداية حياته هو تربى زي ما يحكوا بيد الكاميرا، معروف يعني بالمواجهات اللي بتصير دائما والشوكات بتصير مع قوات الاحتلال، بيكون مع من يعني خلينا نحكي من أعنب المصورين دائما في الصحف الأمامية، الجرأة عالية جدا. شغلة ثانية إنه ما في عنده خوف نهائيا، يعني دائما بيقي بالصحف الأمامية بيشهد له زملائه، بيشهد له كمان الصور اللي كان يلتقطها دائما اللي بتكون اللي كانت دائما تكون يعني خلينا نحكي ماخذ سبق بأنه هو اللي ملتقطها، وآخرها كان الشهيد عمر البدوي اللي بمخيم العروف. طب هل يعني خلال هذه التغطيات هل شعرت في بعض الأحيان أن معاذ ربما يخشى من شيء ما؟ يعني كيف هو في أدائه في الميدان؟ قلت لك من البداية أي حدث يصير تلاقيه مباشرة متوجه له بدون ما يتردد نهائيا، سواء كان حدث خطير أو صغير أو في مباراة أو شو ما كان بالضبط. نعم. قبل من أسبوع اليوم هو يقول إنه هو حاسس إنه راح يصير في شيء. خصوصا إنه بعد موضوع بعيد عفوا هو كان يشعر بأنه سيحدث معه مكروه. نعم من أسبوع قال الحكي هذا، إنه من أسبوع هو بيشعر بإنه كان راح يصير شيء. خصوصا بعد موضوع الشهيد عمر بدوي، لانه بعدها صار في خلينا نحكي استهداف الصحفيين بشكل اكبر، يعني هو كان شايف الحكايات انه يجي وين هم موجودين بغض النظر قريب من موقع المواجهات او بعيد، يجي باتجاههم مباشره ويعملوا لهم انه بعد من هون ممنوع التصوير هون بهي الطريقه. مرات كانت عن طريق المدافعه بالايدي، او مرات يصير عليهم عمليات اطلاق قنابل غاز او قنابل صوتيه او مطاطيه. يعني طارق في استهداف من اسرائيل متعمد للصحفيين، هذا ما لاحظتموه في الاونه الاخيره؟ صحيح. طلع على لسان كمان معاذ، يعني هو اللي روى الروايه هي بالتحديد وبالتفصيل. هذا الامر لم يكن بهذه الشده في وقت سابق؟ الوقت يعني في الوقت السابق كان متواجد، كان موجود، لكن في الفترة الأخيرة كأنه زاد، كأنه يبدو في استهداف واضح له، خصوصا ربما مع الأحداث في غزة. لا. أنا كنت أتمنى أنه يكون هو موجود وهو اللي يحكي لك الكلام هذا، لكن للأسف حاليا مثل ما حكيت لك أنه صار في صورة، يعني هو كان ممكن يشرح لك عن هذا الموضوع أكثر كون أنه هو صحفي. صحيح. طيب الآن في كان تضامن كبير مع معاذ. طارق ابقى معنا لو سمحت. نعم. سنستعرض معكم مشاهدينا كيف كان هذا التضامن على السوشيال ميديا. تقريبا كثير من الصحفيين شاركوا، ونحن أيضا شاركنا في هذه الحملة تحت هاشتاج كلنا معاذ، عين معاذ، عين الحقيقة لن تنطفئ. يعني كان في كثير وسمات اجتاحت تويتر وإنستغرام وفيسبوك، وكان في طبعا تغريدات من كثير من الصحفيين والمشاهير أيضا. نشاهد معكم أبرز تلك التغريدات. هذا بالنسبة لبعض التغريدات، إنما الآن سنشاهد كيف تضامن رسامو الكاريكاتير مع معاذ، وكان في حقيقة مجموعة كبيرة من الرسومات التي اجتاحت أيضا السوشيال ميديا.
أيضا بالنسبة لبعض الأرقام المتعلقة بالتفاعل مع حملة معاذ بتغطية عين وإبقاء على العين الأخرى، كان في تفاعل كبير معها. نشاهد سويا مشاهدينا الريتش لهذه الحملة وصل إلى 10 مليون. أبرز الدول التي تفاعلت كما لاحظت في فلسطين والأردن ومصر ولبنان. أما بالنسبة لأبرز الوسمات أو المصطلحات التي تم استخدامها، نشاهد الآن كان في طبعا بولت أو الملفت كما تلاحظون في هذه المصطلحات أنه كان في كثير مصطلحات باللغة الإنجليزية، يعني الحملة لم تقتصر فقط على اللغة العربية إنما أيضا كان في مشاركة أجنبية واسعة كما نلاحظ هنا في هذه المصطلحات. الآن سأعود إليك طارق من جديد، طارق العمارنة، وهنا أريد أن أسألك عن عائلة معاذ، يعني أخبرنا أولا عن عائلته وكيف تمضون يعني هذه الأيام بعد هذا الخبر، كيف تقفون بجانبه؟ فصل الخط على ما يبدو. نسمعك طارق، تفضل. نعم، بالنسبة للعائلة من يوم الحدث لليوم، يعني خلينا نحكي غيرت كثير أشياء، من ضمنها الارتباك اللي أصبح مستمر وعلى مدار الساعة. إحنا كل يوم كل لحظة مش كل يوم كل لحظة وكل ثانية بنستنى خبر جديد، خبر بيجي بيعطينا تفاؤل، خبر بيعطينا سلبيات أكثر. التضامن صريح صراحة يعني رفع معنوياتنا كثير، معنويات معاذ بشكل خاص ومعنوياتنا بشكل عام كعائلة. والحمد لله يعني كمية التضامن يعني شيء بيرفع الرأس. من يعني كان التضامن مؤثرا أكثر، يعني من أي شخصية ربما تلقيتم اتصال منها أو؟ أنا ما بقدر أحكي شخصيات، الجميع على جميع الأصعدة وجميع المستويات، السياسي والصحافي، الزملاء أكثر شيء، الزملاء وقفة يعني صراحة يشكروا عليها، وهم هم اللي بدأوا بالحملات اللي تصاعدت وانتشرت لمعاد. على المستوى السياسي جميع السياسيين في البلد، على جميع الأصعدة، الناس في الشارع، حتى على مستوى الناس اللي ما بتعرف معاد، بيجي زيارات كانت على المستشفى بس ليطمن وبحكي لي أنا ما بعرفه، وبتجينا اتصالات كمان من دول العالم بحكي لك انا ما بعرف مين معاذ بالضبط، لكن انا سمعت بقصته وتاثرت فيها، لهيك انا بدي اشكر او اني اتواصل معكم. طبعا احنا تشكرنا الجميع سواء بوجهه او بظهره، كلنا كل الناس اللي تواصلوا مع معاذ كلهم نتشكرهم فردا فردا. ولازلنا كمان مستقبل ناس بشكل يومي، يعني لحظة بلحظة بيجي ناس على المستشفى وبيسألوا عن معاذ وبيسألوا عن حالة معاذ، واتصالات بشكل يومي من جميع دول العالم. على هيك أنا ما بقدر أن أحكي فلان وفلان، كان في جهود طيبة من السلطة الفلسطينية والسيد الرئيس، يعني كمان أنه حادث معاذ وهذا رفع من معنويته، رجالات سياسية في البلد كثير، فأنا ما بقدر أن أحكي كل شخص بذاته، لكن شكر للجميع، يعني ما بتوقع أنه في حدا قصر في هذا المجال نهائيا. نعم طارق، إذن أنا أريد أن أشكرك، أنت كنت معنا من قلب الغرفة، غرفة معاذ العمارنة في المستشفى. معاذ يعني الآن يخضع لصورة يعني تبيان بالنسبة للأطباء أو تقدير الحالة لنزع الشظية من عينه، لأن الموضوع دقيق جدا. نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله، وسنبقى معكم على تواصل الإطمئنان إلى صحته وحالته. شكرا لك طارق العمارنة. مشاهدينا الآن سنختم أيضا مع تحية للمصورين الذين ينقلون هم ووجع الفلسطينيين، وأيضا ينقلون حقيقة ما تقوم به إسرائيل. منذ فترة في بيروت كان في معرض لأبرز الصور الفوتوغرافية لمصورين فلسطينيين، أيضا ينقلون فيها واقع الحياة والحرب وكل ذلك. ذهبنا إلى هذا المعرض وصورناه مع الزميلة رنا كوثراني، ونختم طبعا هذه الإضاءة وهذه التحية للزملاء الصحفيين بإضاءة على هذا المعرض، نشاهد سويا. نحن اليوم بمعرض صوره كليتها جاي من فلسطين من الداخل، يعني جزء من رام الله وجزء من غزة، وهذا المعرض تحية للمصورين الفلسطينيين وتحية لكل
جريح وكل شهيد من شهداء المصورين الصحفيين داخل الوطن المحتل. الهدف نضوي على الذاكرة إذا بدك، نقول للناس إنه في شعب عنده قضية وشعب فلسطيني. إذا بتشوفوا هالصور بيحكوا عن معاناة الشعب الفلسطيني. على هذه الأرض ثلاث نقط ما يستحق الحياة، من أقوى الجمل يلي موجودة، تحية لمحمود درويش طبعا. الصور يلي طالعة من 14 شاب وصبية يلي ما قدروا يجوا على لبنان، معظمهم من غزة، وبعطولنا أصوات من عندهم يلي بيحبوا شو بدهم يقولوا لنا نحن يلي عم نشوف هالمعرض. بس أكتر واحد حسيت بألم وحب لإله كان اسمه عطية درويش، يلي أول شيء قال لي نفسي شوف صوري بالمعرض وإنتوا عم تتفرجوا عليها. صورة من هذه الصور لها قصة، المصور الفلسطيني وخاصة يعني في فلسطين المحتلة يعني يدفع ثمن صوره التي يصورها، يدفع ثمن إصابة وأسر واستشهاد أحيانا. كنت أتمنى أن يتواجدوا المصورين حتى يتحدثوا عن اللحظات اللي التقطوا في خلال تصويرهم الصورة هذه. تحية إكبار وتقدير لبطولتهم ونضالهم وصمودهم، وهدول الصور ما بيعبروا إلا عن صمود. لو صح لي ورحت على فلسطين لابد أني كنت صور حياتهم وصمودهم وتمسكهم بهذه الأرض اللي أنا بتصور ما راح يتخلوا عنه. إذن مع هذه التحية مشاهدينا بتكون المشاهدية قد اكتملت لهذه الليلة. نلتقي بكم غدا عند الساعة 8 مساء. طبعا اكتبوا لنا على حساباتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر وإنستغرام. إلى اللقاء.